الإنسان بدون علم العقيدة إن لم يكن عنده علم العقيدة لا يصلح له عمل. العقيدة هي رأس مال المسلم، هي الأساس، هي أهم شيء. العلماء يقولون الإنسان إذا حافظ على رأس المال مهما جرى عليه مهما خسر كأنه لم يخسر شيئا ما دام يحافظ على رأس ماله. ورأس مال المسلم هو العقيدة، رأس مال المسلم العقيدة. وأحسن شيء في العقيدة هو توحيد الله، وهذا أساسه اعتقاد أن الله تعالى موجود ولا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. هذا أساس التوحيد، أن يعتقد الإنسان أن الله موجود ولا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء. الله تعالى إذا فتح على قلب إنسان الفهم الصحيح يعرف هذا، أما إذا أقفل الله قلبه لا يفهم هذا ولا غيره من الصواب. قال الله تعالى أم على قلوب أقفالها، معناهم بعض القلوب عليها أقفال معنوية، هذه القلوب لا تكون مفتوحة إلا إذا فتح الله على صاحبها. والذي أقفل الله قلبه لا يفهم العقيدة ولا يفهم التوحيد ولا يفهم التنزيه، والذي فتح الله قلبه ورزقه الفهم الصحيح يفهم العقيدة ويفهم التوحيد ويفهم التنزيه. لأن العقل السليم مقرر في العقل السليم أن الشيء لا يخلق مثله، فالجسم لا يخلق الجسم، الحجم لا يخلق الحجم. الله تعالى قال في القرآن الكريم قل الله خالق كل شيء، معناه الله خلق كل هذا العالم، كل ما في هذا العالم الله خلقه. هذا العالم عبارة عن شيئين، أحجام وصفات الأحجام، هذا هو العالم عبارة عن شيئين، أحجام وصفات الأحجام. والأحجام عبارة عن نوعين، أحجام يقال لها أحجام كثيفة تمسك باليد تضبط باليد، وأحجام لطيفة لا تضبط باليد. الأحجام الكثيفة مثل الإنسان وهذه الآلة وهذه الآلة والشمس والقمر والعرش والأراضون، كل هذه الأشياء والأراضين هذه كلها يقال عنها أجسام كثيفة تضبط باليد، هذه الله خلقها. وأجسام أو أجرام أو أحجام أو كميات لطيفة كالهواء، هذا الريح، هذه الريح الله خلقها، والملائكة والجن والضوء الذي يخرج من الشمس ومن القمر ومن هذه اللمبة والظلام، حتى الظلام جرم يقال عنه جرم أو يقال عنه جسم لطيف له كمية، أليس يأكل هذا الظلام أو الظلمة، أليس تأكل مساحة تملأ حيزا من الفراغ؟ الآن في هذه البلاد ظلام، إذا واحد خرج يرى ظلاما، في بعض البلاد الآن نور الشمس انتشر في بعض الأجزاء والظلام منتشر في بعض الأجزاء من هذه الأرض. هذا جرم وهذا جرم، هذا خلقه الله وهذا خلقه الله، فلا يجوز أن يكون الله كشيء من هذا الخلق، لا يجوز أن يكون مشبها للإنسان ولا للعرش ولا للسماوات ولا للملائكة ولا للجن ولا للريح ولا للنور ضوء ولا للظلام، لأنه هو خلق ذلك، لا يجوز أن يكون مثله، ليس كمثله شيء. وخلق الله صفات لهذه الأجرام، الله تعالى خلق الأجرام، خلق الأحجام وخلق صفاتها كالحرارة والبرودة واليبوسة والحركة والسكون، كل هذه من صفات الأجرام. فالله الذي خلق هذه الأجرام وخلق صفاتها لا يجوز أن يكون مثلها ولا يجوز أن تكون صفته كصفتها. فالله لا يوصف بالحركة ولا يوصف بالسكون ولا يوصف بالحرارة ولا بالبرودة ولا بالجلوس ولا بالاستقرار ولا بالكون في الجهة والمكان. الحجم له جهة ومكان، الله خالق الأحجام فلا جهة له ولا مكان، الله سبحانه وتعالى
خلق الماء أولا ثم العرش. قبل الماء والعرش لم يكن شيء من هذا الخلق، كان الله وحده في الأزل، كما قال الله تعالى هو الأول. عند علماء البيان في لغة العرب إذا أرادوا الحصر يأتون بالمبتدأ والخبر بكل منهما معرفة. أظن سمعتم بهذا، نكرة ومعرفة، هو ضمير والضمائر معرفة، والأول معرف بأل، فيكون المعنى هو الأول الله وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وكل ما سواه لوجوده ابتداء. فالله الذي لا ابتداء لوجوده، الذي كان قبل كل شيء، كان موجودا في الأزل ولم يكن مكان ولا جهة ولا عرش ولا كرسي ولا فراغ ولا ملاء ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا ظلام ولا نور، كان وحده في الأزل موجودا بلا جهة ولا عرش. والله كل مسلم يقول الله لا يتغير، الله لا يتغير. لماذا نقول الله لا يتغير؟ لأنه لو كان متغيرا لكان مثل خلقه، ولو كان مثل خلقه لم يكن خالقا لهم. وهو قال قل الله خالق كل شيء، إذن هو الخالق سبحانه وتعالى، خلق كل شيء، فلا يجوز أن يكون مشبها لأي شيء. فالذي له مكان وجهة له كمية، الله خالق الكميات فلا كمية له، فإذا هو موجود بلا مكان ولا جهة.